يعني رجل جايين ناس كثير، الأستاذ عبد الله سعد لوهيب. ولازم مدرس هو يقوم، أنا بنعرخ مسيرته إن شاء الله نحصل واحد، لأن رجال الله لازم نكرمهم ونذكرهم. تتذكر منه شيء سيدي؟ لا مدرس هو كان. أنا الله جاينا ناس كثير. العموم إن شاء الله يا عباد الله عينوني، وهذا السرحان واحد يتكلم لنا عنه. يا رب يا رب. تعرفه؟ لا لا والله نحن بنعرخ رجال الله. الأستاذ تعرفه؟ متوفي؟ جايين ناس وايد. إيه شنو كان وظيفته؟ ريال طيب. مدرس؟ ما عرفت. رحمه الله. يا رب يا رب. ها سيدي السرحان. إيه وقول شنو كلمة بحقة تقول؟ الحين بقول لك. قولها شنو عشان نكسب الوقت؟ يعني هو مربي فاضل صراحة. كان مع شباب الروضة وحريص على الصلاة. ورحلته هذه كانت رحلة خيرية صراحة. يعني كان يساعد الفقراء والمساكين. بس سبحان الله اليوم تيدد حق صلاة الفجر وخلاص. وين كانت رحلته سيدي؟ حق اسطنبول. الله. هو مع اللجان اللي كانوا هناك؟ بروحه يودي مساعدات. احنا معنا الاستاذ ايمن ولد الاستاذ عبد القادر سرحان صديق الوالد. سيدي اي والله يعتبر شهيد ان شاء الله. اي والله ناس كثير جايين ولازم نأرخ مسيرتهم. الله يرحمهم. الله يحفظك سيدنا ما قصر. انا خادم.